هاي، هاي يارا، كيف كل شيء؟ كيفك بالحجر هلا؟ ولا شي بيزعل وبيزهق. انت والطقس اليوم ما بعرف يعني شو صار. اخذ كسرك الجمعة، يصير في عاصفة هلا، بس انه ايه معزوبين بالبيت يعني. يلا فترة وبتمرق يعني. ايش نعمل؟ احنا هلا معنا يارا ابو رضا. يارا هي نجمة سلام سابقا، نجمة ساس حاليا، نجمة منتخب، ان شاء الله على عمر طويل كمان. إن شاء الله. خلينا نبلش مع يارا من اول ما بلشتي فوتبول. كيف قدرتي اول شيء تقنعي الانتوراج تبعك؟ ما بعرف اذا كان في عندك مشاكل اول شيء مع اهلك ام لا، هلا بتخبرينا. تقنعي الانتوراج تبعك انك انت بدك تلعبي تكوني لعيبه فوتبول بوقت نحنا هي تعتبر هي لعبه للرجال، حتى اذا كان في شباب بده يفوتوا باللعبه بيتفادوا انه يعني بيحاولوا الاهالي ما يبعدون عن اللعبه. ف جينيفر بدون ضوئك، ايه لساني مهضوم. فخبرينا شوي عن تجربتك اول ما بلشتي فوتبول، كيف وصلتي لافتتاح اكاديمي السلام وهالقصص. اوكي، فانا مثل كل بنت يعني بس بلشت العب فوتبول كثير سمعت حكي يعني صبي وشوي شوي علي. واكثر اكثر شيء كان يزعجني مثلا كنت العب جيم كان مره بالنص ساعه يجي لي باس، وشو مش انه باس، بتحس انه غصب عنه الصبي بده يعطيني باس مثلا. يعني كان انه كتير بشع من قبل وكنت كتير ازعل، بس قد ما كنت حب اللعبة انه هيدا الشيء ما وقف بوجهي وضليت بكف انه تعودت على هيدا الشيء. هلأ بالنسبة لأهلي، بي كان دايما يعني كتير بحب انه انا العب فوتبول، يعني انا بلعب فوتبول من ورا بي وكان دايما يشجعني. بس امي كانت بتفضل انه مثلا اوكي فوتبول بس انه يكون في شيء تاني، يعني مثلا سجلتني بصف باليه مثلا كنت اتخبى واهرب وما كنت فوت على الصف يعني. وبعد شي سنة اذا لاحظت انا ما كنت روح على الصف على فكرة، فهون يعني شوي بلشت تتقبل امي انه لا يارا بتحب الفوتبول وخليها تعمل شي بتحبه. فهيك وكيف وصلت للسلام؟ وإجمالا ما في غير سلام بمنطقتك كان كأكاديمي بيستقبل بنات، ما هيك؟ ايه. هلا انا وقت بلشت ما بعرف اذا بتعرف كوتش الي سابا، كان هو عنده اكاديمي كنت العب معه. وبعدين فتت على السلام كان في كم بنت يعني، كان في ليلي وهيك تعرفت عليهم وهيك صارت يعني. ده كان عمرك تقريبا ما تفتح على الأكاديمي إذا كان بتذكري عمري تقريبا شي 12 سنة 13. 12 سنة، وبعد ايه صار في فريق بنات، يعني صار في عدد منيح من البنات حتى عملتوا فريق. بعد شي 3 سنين تقريبا يعني بال2015 عملنا نحن فريق بنات وجبنا كذا بنت من طرابلس والكورة وزغرتها وهيك عملنا الفريق يعني. وكيف بتلاقي مثلا كتطورك بالأكاديمي تبع السلام؟ هل استفدت انك كنت مثلا مع فريق شباب بوقت كانوا يعني صحيح من عمرك بس شباب كانوا اقوى منك جسديا مثلا؟ تعرف مثلا هيدا الشيء سوري قطشتك. بالعكس، مش مشكلة. هذا الشيء كتير طورني يعني. أنا وليدي مثلا كنا نلعب مع شباب نحن والصغار وكتير استفدنا منهم من خبرتهم ومن كيف بيلعبوا هيك، وهذا الشيء يعني كتير حسنني. مثلا كنت بتفضلي لو كان مثلا من اول ما فتي كان كله بنات، يعني كان مقسوم اكاديمي شباب بنات ولا كيف؟ صراحة لا، أنا كنت مبسوطة بس أتمرن مع شباب يعني كتير تعلمت منهم أشياء وهيك قووني كتير يعني. وكنت تحتفلي كثير وقتها كنت تفوتي على جولر مثلا شاب او شيء هيك، مش تغاز عليه؟ ايه بتعرف الشباب كيف يعني بيتحمسوا شوي اذا البنت بتلعب. بس ايه كنت كتير حب انه بين انه ايه انا بنت وبلعب فوتبول وليش لا يعني فيني العب احسن منكم مثلا. وأيمتى بلشت تحسي حالك انه لا انا عندي شيء منيح لازم ضلني احافظ عليه، انه I'm talented مش انه just انا بعمل كهوبي؟ يعني بس كنت ألعب مع الشباب وهيك كنت أحس حالي إنه شوي قريبة على الليفل تبعهم، فحسيت إنه لا إنه أنا يمكن عندي تالنت وهيك يعني. وبتعتقدي انت مثلا اذا بدنا نفوت اكثر على الوقت، صار في فريق، عملتوا فريق بنات، وبعتقد مثلا بال 2017
بوقتها كان البيك تبع فريق السلام البنات الاندر 17 اذا ماني مغلط، عملته يمكن خسرته الدوري على اخر ماتش، كان فرق جوال بينكم بين اخ علي وقت. صح حلو. خبرينا عن هالسيزون، كيف كنتوا مثلا انتوا خبرتين مثلا، كان في عندك ليلي وكذا حدا كان مع، ما بعرف اذا كان جينفر كمان معكم من اول ما بلشت بالاكاديمي وهيك، كيف هذا الشيء قدر ساعدكم انه مثلا ما توصلت انت على هيدي المرحله عم تنافسوا على اللقب؟ كان يمكن اعطاكم ادج ولولا من الحظ او قله التوفيق بكم جول كنتوا ربحتوا الدوري يمكن. ايه صح، يعني انا اول سيزن مع السلام كنا نخسر فرق كتير، يعني ما كان عندنا كتير خبرة ولا كنا نعرف بعض كتير ولا كنا محضرين مزبوط. فاول سنة كتير فادتنا، يعني صح كنا نخسر 15 و17 صفر، بس كتير اخذنا اكسبيرينس، كتير تعلمنا من غير فرق، كتير مثل عرفنا انه قديه لازم نشتغل على حالنا. فشوي تمرين صرنا نلاحظ انه كتير عم بيعلى مستوانا، وكنا يعني فريق إذا بدك الفرق تتسلى فيه، يعني تجي تربح 10-0 وتفل على البيت. بعدين صرنا فريق كل الفرقة بتخاف منه، عم بينافس على كل شيء. فتمرنا كتير على حالنا، وكتير إنه هذا الشيء بين. يعني وفي شكله حدا هون خلص بده ياخدك ساك ما ساك دغري اقول هادي وين بس وين؟ ساوث افريكا اذا بهمك ما لا بعرف. بعيد شوي يعني. طيب رجعتي انت اول حدا انتقل من فريق البنات من السلام، يعني انت انتقلتي قبل ايش فتره، انتقل كل تقريبا نجوم من فريق، انت كنتي قبلهم بسنه، شو اللي خليك تقولي انه خلاص بطل في مجال التطور بالسلام بدي اروح على غير محل؟ لا بدي اوضح شيء، انه انا كنت كثير مبسوطه مع السلام، وانا اكيد يعني ما بنكر انه فتت على المنتخب وفتت مع ساس، وانا يعني يارا اليوم من ورا السلام، وكنت حب الفريق كثير. بس خلصت مدرسه وكان بدي اتعلم ببيروت، فانه اضطريت نقي فريق روح عليه على بيروت، مش انه انا فتت مع ساس كرمال ليفل اعلى او شيء، بس كرمال كان ابعد لي. وساس فتي معهم انت دغري في فئة عمرية ولا فتي فريق أول دغري؟ صراحة مش ذاكرة، بس بحس فريق أول. اوكي. و انا كنت افكر قبل انه كرمال مور تشالنج كمان مع الساس. طب وقت قررت تنزلي على بيروت من ورا علمك، يعني كان في عندك كذا عرض غير الساس ولا انت كان بدك بس الساس؟ انه كم فريق حكاني، بس انا وقت كنت مع السلام كنت حب ساس كتير، بس عن جد ما بعرف ليه، يعني كنت حب طريقة لعبهم واللعيب اللي فيه. فوقت نقيت ساس وما كان في سبب، يعني هيك بس حسيت انه انا بلاقي حالي بهذا الفريق، وهيك دغري قلت اوكي. يعني وهلا كيف هلا بعد ما سنتين تقريبا مع ساس او كليت سنتين سنتين اذا ما بدنا نحسب هالسنه، كيف بتقيمي تجربتك مع ساس تقريبا هلا؟ انه ربحت الدوري بسنتين، ولعبت مع احسن لعيبه بلبنان واحسن كوتش بلبنان، يعني كثير تعلمت من هالسنتين، وكانت كثير حلوه. يعني ان شاء الله بعد لقدام بعد احسن. وبتلاقي كنتوا مثلا اللي لعبتوا بغرب اسيا كان ما ربحتوا البطوله او اذا ماني مغلط خلصتوا لا فاينلست، صح. ف كيف شو كان ناقصكم مثلا بهيك بطوله مثلا حتى تقدري تقولي انه لا احنا كان فينا ناخذها؟ اوكي، فهيدي البطولة كل الفرق كان معها أجانب، يعني في فريق كان معه أجانب كانوا لاعبين وورلد كوب، نحن ما كان معنا ولا أجنبية يعني، وستيل طلعنا تانيين. فأكيد لو كان عنا مثلا أجنبية أكيد كان فينا نطلع أول أكيد. يعني كان ناقصكم خبرة إذا فينا نقول أكثر من إنه تالنت أو شيء. إيه صح، شوية خبرة. كان معدل أعماركم أصلا صغار بهذه، أصلا بلبنان كل لعيبة الفوتبول تقريبا معدل أعمارهم صغار. صح. إذا بدنا نحكي بالمنتخب حاليا اللي عم يلعبوا مع المنتخب أكثر حدا عنده متوشي بعتقد لارا بهلوان إذا من ولد باسمها، عندها 8 متوشي، وانتو كل الباقي عندكم 6 متوشي تقريبا. اذا بدنا نحكي شوي عن المنتخب،
كيف المنتخب بالنسبة إليك مثلا بتلاقيه different عن الكلوب؟ يعني إذا بدنا نقارن بين المنتخب والنادي، كيف بتقدر تقارنيهم؟ ليك يعني المنتخب غير شيء كليا. يعني مثلا أنا شخصيا المنتخب هو من أحلى الأشياء يعني بكل حياتي، بتتعلم كتير أشياء بالملعب وبرا الملعب، وبتصير بتحب يعني بتحب اللعبة أكتر، بتحب بلدك أكتر، بتشتغل على حالك أكتر. يعني المنتخب عن جد هو أحلى شيء ممكن يحلمه شخص بيلعب فوتبول. فهيك وقتها كان يجي إنه بطولات المنتخب وهيك، كنت كتير أشتغل على حالي وكتير يعني حب اللعبة وهيك، يعني غير عن بعض كليا. أكيد حلمي إنه أعمل شيء مع المنتخب شيء نهار. او برايك بينعمل شيء مع المنتخب هلا كيف ماشي الامور؟ مثلا ما انت كيف شايف الوضع كرمال لعبه البنات؟ بنقدر نوصل لمحل مع المنتخب؟ أكيد يعني أنت شفت الأندر 15 و18 ربحوا غرب آسيا، والمواهب اللي عم تطلع يعني شيء واو عن جد. فإذا من يعني إذا بنضل بهيدي الطريقة عم نشتغل لقدام، منتخب فيه يربح كتير أشياء بعد. قديش كان على بالك تكوني مع فريق الاندر 18 تعرف وقتها؟ إنه أنا كنت بالبحرين كنت عم بحضرهم. والله رحتي معهم؟ اذا رحت آخر جيمين. ما كان على بالك تكوني معهم بالماتش مثلا؟ بلا أكيد نزلت احتفلت معهم يعني. حس ان ظلمتي مثلا انك اكبر منهم بسنه او شيء؟ مش انه انظلمت يعني، انا حيجي وقتي حتجي بطولي انه اقدر بركي اعمل شيء، بس انه مثل لا مش انظلمت، انه بالعكس بالاخر هن لبنان يعني، فلو انا عم بلعب لو مش عم بلعب مهم لبنان يعمل شيء. وإذا بدنا نحكي أكثر عن الجو بين لعيبة الفوتبول مثلا، هلا فينا نشوف عندنا بالكومنت إنه معظم لعيبة الفوتبول إن كانوا سلام ساس أو حتى منتخب يعني عم بيعملوا هلا كومنت وهيك، هذا الشيء مثلا ما فينا نلاقيه أكثر عند الشباب. يعني بنلاقي فئة معينة عند الشباب، مش كل لعيبة الشباب بيدعموا بعض مثل ما بنشوفكم أنتم عم تدعموا بعض. صح. شو سبب هذا الشيء قولك؟ هل لأنه انتو اصلا بنات انه هيك تركيب السوسيال مع البنات، ولا في شيء تاني صاير؟ بتعرف انه ايه معك حق، نحن بالفوتبول كتير كلنا كتير رفقة مع بعض وكتير قراب على بعض. هلا هيدا الشيء منيح ومش منيح، يعني اوقات بيضر اوقات اوكي شيء حلو، بس ما بعرف شو السبب صراحة. يعني انا وقت كنت بالسلام مثلا كان عندي رفقة بساس وب جي اف اي وقتها، وهيك انه مثل الكل قريب على بعض والكل بحب بعضه، بس انه مثل يمكن ما قلت لانه انه منيح او ما منيح. يمكن بت يمكن بتحسوا انه ما في حدا بيطلع فيكم مثل ما بيطلع بلعبة الشباب، فانه انتم بتكون تتبعوا انه تعملوا دعاية لبعض اكثر اذا بدنا نقول او شيء فهمت هيك. عليك. ايه بركي هيك يمكن، انه ما صراحة ما بعرف شو السبب يعني. بما انه هلا فتحنا سيرة الكفرج، برأيك انت انتو كبنات عم تاخذوا حقكم من كيف الإعلام عم بيغطي الدوري؟ هيدي يعني هلا احسن بكثير من قبل. يعني بتقول انه عم بيعلى شوي شوي، هلا في يعلى انه بعد اكثر من هيك، بس مهم صرنا شوي احسن من قبل. يعني خاصه بعد ما البنات ربحوا بالبحرين الاندر 18 بتحس انه صار في شوي اهتمام اكثر، فان شاء الله يعني على هيدا انه يكفوه لوقت طويل، انه مش وقف لهون يعني. ايه بس كمان ما بتحسي انه بس يعني يكون ربحتوا او ربحوا البنات الاندر 18 انه هيدا مش لبنان، انه هيدا الفوتبول يعني، ما حدا بيطلع عليك بس انت تطلع تاني او تالت او تخسر. يعني الكل بينطر حدا يربح شيء وبيبلش انه مثل انه اخذ سبوت لايت وبيعطيه. مظبوط. كنت اسالك عن كوتش وائل غاز الدين، قديش قدر هو أثر وزاد شوي من نيفو اللعبة بلبنان كدوره بالمنتخب؟ يعني برأيك انا عليك وعلى برايي انا اللعبة اون جنرال يعني؟ ايه اكيد برأيك. اوكي برايي انا انه كل الفوتبول بلبنان البنات تطور هو من ورا كوتش وائل، لانه كوتش وائل هو شخص مش بس بيشتغل عليك بالملعب، بيشتغل على المنتاليتي تبعك، بيشتغل على مثلا قبل جيم كيف تحضر عقلك. يعني بالاخر فوتبول مش بس انه انت بتعرف تركض وتشوت، بالاخر انت لازم تكون ريدي، لازم يكون عندك منتاليتي منيحة،
وهو كوتش وائل من الكوتشز الكتير اللي بيشتغل على الاثنين، فنحن كتير استفدنا. يعني انا كتير صرت اعرف مثلا قبل جيم حط جولز، مثلا شو عملت صح شو عملت غلط بعد جيم وهيك. فهو مثل عطى فكرة جديدة للفوتبول البنات بلبنان، والكل استفاد منها. وانا برأيي كل المنتخب عملوا شيء حلو، اكيد يعني هن عندهم كوتشز وكل شيء، بس انه كوتش وائل عنده دور كتير كتير كبير بتطور كل هاللعبة بلبنان. عم بتتابع شي دوريات بنات اصغر منك يعني الفئة العمرية اذا بدنا نحكي؟ ايه في حدا؟ بنقهر لا لانه انا صرت بس العب مع السينيورز، يعني بشعة كتير بنطر سنة لألعب بطولة، يعني بحس حالي كبرت. لا انا كان بدي اسالك اكثر عن اذا في حدا مثلا لفت لك نظرك اذا بدنا نحكي من مش من اللي معروفين بالميديا هلا الفريق الاندر 18، اذا بدنا نحكي حدا برايك منه ياخذ حقه مع بالاعلام اللبناني، يعني في حدا بيخطر على بالك؟ هلا إذا بدي سمي 10 حكون ناسي حدا، يعني مثلا الأندر 18 اللي راحوا على بحرين، يعني كل اللعيبة عن جد 23 بنت كلهم كتير موهوبين، كلهم عندهم كتير بوتنشل، كلهم كتير يعني أوكي. في واحدين يمكن طلع لهم حقهم أكتر من تانيين، بس ما فيني سمي حدا لأنه في كذا حدا يعني براسي صراحة. ما بدي أنسى حدا، ما بدي أنسى حدا. دبلوماسية. ايه احسن. بدك نبلش شوية اللي عم تضحك بدك نبلش شوية questions تجاوبينا بسرعة عليهم. اوكي بس فيني اقول باس، قلت لي مو هيك. ايه بس انه يفضل لا كمان ما حيكونوا صعبين ما حتأثر عليهم. بنبلش اوكي بإيزي وان. حنحكي برا فوتبول اون جنرال، مين بتشجع اي نادي؟ برشا، برشلونة. عندهم ويمنز تيم؟ بعتقد مبلا اخر مش ايه سنتين عندهم بس ايه بتتابعيهم ولا؟ صراحة يعني ما كتير، كنت تابعت الويلد كاب كتير، الومنز ويلد كاب، بس ككلوبز وهيك ما كتير بتابع، ما بعرف ليش. اذا بدنا نحكي عن وورلد كاب، لكن غير رابينو وأليكس مورغان مين لفت لك نظرك أكثر شيء؟ في روز لافيل بتلعب مع اليو اس، يعني بتلعب مع امريكا كتير، يعني انا برايي هي كانت سبب اللي ربحوا امريكا الويلد كاب. مش رابينوي؟ بعد اصير لا ما بعرف، ما كتير بحبها. سيم. أليكس مورغان all time great يعني. ايه اليكس مورغان تعرفي مارتا؟ مع برازيل 100% كمان. هل تعتبر جوت الومنز فوتبول؟ بس تطلعي تحضر الورد كاب بتحسي في كتير فرق بين مستواكم ومستوى انكم توصلوا على الورد كاب؟ ما عم بحكي مستوى امريكا، عم بحكي اذا بنحكي جروب ستيج الفرق بتتأهل على الجروب ستيج، بتحسي في فرق كتير كبير بينكم وبين انكم توصلوا للورد كاب؟ اوكي. في فرق كتير كبير اكيد بالاشياء، مثلا اللياقه والسكيلز وهيك، بس كتالنت عن جد يعني نحن لاعبين ضد مثلا ساوث كوريا، حتى انه ما يعني بتحس المواهب اللي عندهم اياها لبنان انه مش عن جد مش معقوله، وفي كتير بعد تنشغل عليها اكثر. فبحس من هلا يعني لتقريبا شي 5 7 سنين 10 سنين اذا كلنا بنشتغل على بعضنا كتير منيح، انه ليش لا ليلا ما نوصل على ويلد كاب شي نهار. يعني بس ناقصنا هارد ورك وبس، يعني كل واحد يشتغل على حاله. طيب إذا افترضنا وصلنا على الورد كاب يس والكل بالبيك تبعه مثل ما انت شايفتيه من هلا اللي بتعرفيهم، نقل البست 11 تبعك بس وما في باس 11 ليه وما في باس. بتفوتني 100 حياة. لا عادي انه انه اتس بست 11 في حد ديبيندز على انت كيف شايف القصص، ما حدا لازم يزعل يعني. بس سؤال، يعني في شيء عمر محدد ولا كل شيء؟ لا انت اللي بتلاقي انه ان تاني يوز ممكن يكون مع المنتخب يعني. عن جد ما فيني سمي عن جد، بس كل حدا يعني بمنتخب ال under بدك هلا 18 يعني شوف شو موجودين هلا بدك من اللي موجودين هلا تعمل البست 11 براسك؟ طيب بست 5 بس سايد ايه 11 كتار اصغر رقم.
فايف سايد عم تلعبي ميني فوتبول، بدك تنقي خمسة يجي يلعب معك تربحي دورة ودية في عليها مليون دولار جايزة ما بعرف. طب شو رأيك شخصين؟ شخص كليتي ضد خمسة تخسره. طيب اوكي، انا حنقي انه رأيي انا، يعني مش انه بشوف هيدا احسن من هيدا، انه لانه هيدا احسن من هيدا، ايه بس انا هول الناس انا بحب انت العب معهم. عم بتنقي اكتر تيم كومباتيبل مع بعضه. اوكي خمسة، اول شي الجولي رشا ياغي، اوكي دفاع ايا جردي، اوكي هول صاروا اثنين. والاكثر ثلاثة بحب العب معهم هن ليلي حنين وسميرة، مش لانه يعني انه هن راب على البوزيشن تبعي فهيك متعودين على بعض اكثر وهيك، بس مش انه هن احسن من حدا او شيء انه لالي، بس انا بحب العب معهم هول الاشخاص. ما سميتي نانسي؟ انه نانسي، ما سميت نانسي، ايه شفت كيف عم شدي بتهتم مواقف بشعة؟ ما انا قلت انه نانسي ما انه حتحضرنا هلا، شك كان يكون عم تحضرنا. ما بيأثر، يعني انه انا الكل بيعرف برأيي انا لكن نانسي هي احسن عادي من حدا معك بلبنان، بس انه انت عم تحكي على 10 سنين زيادة، نانسي بتكون انه هي اكبر منا شوي بالعمر. ف ايه بقى. لا انا بس عم بس عم سالتك عن نانسي، مش تقلك انك نسيتيها وكان لازم تحطيها. سالتك تسالك عن الريليشن شيب مع بالفريق، كيف لقيتيها، كيف لقيتي انك عم تلعبي مع حدا لاعبين ب مثلا بيوروب واجا لهون، هذا قصدي. ايه لا بعرف عم نمزح. نانسي هي عن جد انا يعني لعبي غرب اسيا مع المنتخب ومع ساس وشايفه كل اللعيبه، ماني شايفه حدا بعد يعني قريب على الليفل تبع نانسي، وبعد اكدت هيدا الشيء زياده بس هالسنه صرت العب معها بساس، يعني تعلمت منها كتير اشياء بالملعب وبرا الملعب، كيف يعني كيف بتفكر، كيف تحضر، كيف تشتغل على حالها، وكتير استفدت يعني اكيد كلنا والفريق اكيد استفاد كتير من نانسي هالسنة. مع انك لعبتي مع نانسي وشفت الليفل اللي لازم توصلي له توصلي فيه على اوروبا، تعتقدي انه هلا يارا ابو رضا هلا تقدر تلعب باوروبا، ولا لسه في عندك كم قصص لازم تشتغلي عليها؟ لا عندي كتير اشياء لازم اشتغل عليها، وهي كتير صعبة، يعني الواحد غير ما يكون هو موهوب لازم كتير يشتغل على حاله، وأنا بعد عندي كتير أشياء لازم أشتغل على حالي، فبحس بعدني شوي بعيدة، إنه فيني أكيد بس لازم أشتغل على حالي بعد أكتر. أكيد. عندك حلم توصلي على أوروبا ولا مكتفية باللي وصلتي له هون؟ هلا انا وصغيره اكيد كان حلمي العب ما بعرف مع اي فريق واحترف وهيك، بس وقتها تكبر برشلونة. ايه مثلا، بس وقتها تكبر بتلاحظ انه في اشياء كمان غير الفوتبول يعني بدك تركز عليها، يعني انا اكيد اولويتي درسي، فوين انه مصلحتي للمستقبل درسي شغلي وهيك، بعدين بشوف انه شو فيني اعمل بالفوتبول. يعني منك معتمدة ساكا فوتبول كفاينل بروفيشن لإلك؟ هلا انا بحس كمان شوي تاخرت، يعني انه حخلص جامعه وبعدني بلبنان، فبحس لو كان بدي لو اجت هالفرصه واحترف كان لازم تجي من قبل، وما اجت بعد تاخرت شوي يعني، فكرمال هيك يعني صرت افكر. في رامي بيسألك ايش برأيك، شو اكثر شيء لازم تشتغلي عليه على نفسك، اللي هو فيتنس، تاكتكس، تكنيك، ما بعتقد التكنيك يعني، بس انه شو ايه اكثر انا شيء لازم تشتغلي الفتنس، عليه؟ فتنس تبعي مش كتير واو يعني، بحس اهين شيء تشتغلي عليه يمكن، بحس ايه انه ما بعرف، ايه صح هو اهين شيء، بس لازم اشتغل على حالي اكثر، بس هلا شوي بلشت يعني بهالزربة تمرنت شوي على حالي وان شاء الله يعني صرت احسن شوي. ميسي ولا رونالدو؟ ميسي، مارتا ولا أليكس موغان؟ أليكس مويغن، تفوتي جول من بعيد 50 متر ولا تقطعي عن 3 لعيبة والجول تفوتيها؟ 50 متر. نايس. رامي رجع سألنا هلا how to improve your fitness، يعني في good coaches برأيك بلبنان ولا
you need to find another way. بلا في الفيتنس كوتش تبع المنتخب اللي كان وقت كنت أنا مع المنتخب اسمه حسين يحيى هو شخص عن جد كتير كتير بيشتغل علينا وكتير شخص ساعدنا كتير ف دايما بيبعت لي كم اكسرسايز لازم اعمله هلا اكيد لو بلتزم معه انا 100% اكيد كنت هلا لياقتي صارت كتير اكثر من هيك بس انه هي بالاخر بترجع للشخص وكيف بيفكر وقد ايه بيقدر يلتزم وقد ايه بده يعني يصير احسن اوكي كنت عم بسالك كويك كويشنز بتحبي انت تشوتي الفري كيكس ولا بتفضلي انك ما تشوتيهم بلا بحب كنت بالسلام وهيك دايما شوت بس بيساس اسمان له 12 بنت مش 11 حتى بيقدروا يجيبوا جول من فري كيك فما كتير شكل الفرصة يعني شوت بيساس أي أفضل جول برأيك أنت فوتي بمسيرتك لهلا؟ ضد هونغ كونغ تالت جول نايس بعتلك إيه يمكن في حدا سألك who's your favorite photographer؟ بعتقد جودو جو فورست بعتقد جو شمس مغلط كلهم يعطيهم عافية يعني هن بيصورونا بلا شيء يعني انه بس بيصورونا كرمال يطوروا اللعبة وكرمال يمكن بيحبوا الومنز فوتبول فكلهم يعني يعطيهم الف عافية وثانك يو لانه دائما بتصورونا كنا بدنا نسألك أسئلة أي أحلى ماتش حضرتي يعني أكثر واحد على الأم براسك حضرتي مش لعبتي بنات او شباب او فوتبول عامة جنرال احلى ماتش حضرته هو برشلونة ضد باريس سان جيرمان 6-1 الكومباك واحلى احلى ماتش لعبتي برأيك غير ماتش هونغ كونغ غير ماتش هونغ كونغ مع منتخب ولا ما بتفرق اللي بدك انا اكثر ماتش بيعني لك بذاكرتك الفاينل الاندر 17 ضد اخا يعني اللي خسرناه فرق الجولز تعرف انه كنت بالملعب بهالماتش ايه ما من زمان عرفت قلت يمكن كنت وقتها كنت اول مره يمكن بحضركم ما كنت كتير تابع البنات بوقتها فكنت مبسوط منكم كان في صوفي بتذكرها منيح كانت لابسه قميص كثير صغير عليها ايه صح حبيبي رامي بيسألك شي مرة جربت تلعبي فوتسال وهل بتلاقي اصلا فرق بين اللعبتين كتير انا بلعب فوتسال مع الجامعة وبحبها كتير يعني انه اللعبة قريبة هلا غير بس انه حلوة كمان بس كتير اوقات كنت عم بتأثر على الفوتبول يعني كنت عم بروح حالي كنت عم بتعب وهيك فما كتير يعني فتت فيها للعبة على الاخر انه فضلت تركز على الفوتبول أكثر. وشو شو الفرق بين الفوتسال والفوتبول اصلا الفوتسال كتير بتعب أكثر يعني ما فيك تزهق انا بالفوتبول اوقات باخذ نفس يعني بتمشى شوي بس فوتسال اسمه لا ما فيك يعني بس اكيد يعني بالنسبه لي فوتبول اكيد احلى بكتير مظبوط الفوتبول هي يعني اصلا فيها مساحات وبعتقد 11 ضد 11 غير 5 ضد 5 بس اذا في حدا عنده شيء اسئله في خالد روبي يسالك مين افضل لاعب بالنسبه لك افضل لاعب شو سوري بالنسبه لك لاعب فوتبول بس لاعب فوتبول ميسي اكيد ميسي في حدا سال كمان كيف يور كيرف شوت ليتلي مش عم بسمع How's your curve shot lately? ما عرفت بينه عندك أسئلة. لا. عم سألك الشوطة الكيرف تبعك. هلا سمعت كانت كتير منيحة ما كتير كنت عم بشتغل على حالي بس كنت عم تمرن مع كوتش جديد اسمه مفيد أيوب فهون رجعت اشتغلت على شوتي وهلا رجعت إن شاء الله منيحة يعني. في آلي بيسألك إذا did you إذا شي مرة شفت الويكيبيديا بيج تبعك آلي بس من قبل ما تجاوبي بس نشكره إنه آلي تقريبا كل شيء بتلاقوه على الويكيبيديا موجود خاصة بالفوتبول اللبناني آلي إذا مش هو عمله حط إيده فيه
فبس بنقول له ميرسي له، ان كان وومنز او ميرسي. وومنز فوتبول. فاي شي مره بتحبي تعملي جوجل لنفسك او تشوفي انت شو بيحكوا عنك العالم ام لا؟ بحب أكيد شوف الناس شو بتحكي عني، بس صراحة ما بحس بعد عملت جوجل لنفسي. بس هلأ بعد هلأ برجع بشوف البيج، ما كنت عارفة صراحة بالويكيبيديا وكده. تقريبا فيهم شفت المنتخب تبعك وهيك. لو ما كنت عم تلعب فوتبول برأيك شو كنت عملتي؟ ما بالي بعرف صراحة، بل لا مش بلا. هلا قد ما حبيت فوتبول عن جد، مثل بطلت بحب ولا شيء غيره يعني. ايه بفهمك. وكثير كثير ضحيت باشياء، وكثير هيك مثل ما اهتميت باشياء قد ما انا بحب الفوتبول، يعني ما ركزت على شيء غيره. نعم مزبوط. بتصير يعني بتجربي كذا شغلة. ريدا بتقلك انك كنت عملتي موديل، هي موديل سلاش باليه، كمان لورا بلير بتقلك كمان نفس الشيء. ميرسي ميرسي. هنا اذا في شيء سو فار بيور كارير فيك تغيريه، كنت بتغير حيلا شيء؟ كنت يعني ما في شيء بندم عليه، غير انه انا بعرف انه فيني كتير بعد اشتغل على حالي اكثر من هيك. يعني هذا الوحيد الشيء اللي يعني بندم عليه، انه انا كنت مثلا بجيمز ما العب منيح، مش لانه يمكن انا ما بعرف العب، بس لانه انا كنت اتعب. ف يا ريت اشتغلت على حالي اكثر قبل، لهلا كنت استفدت اكثر. بس انت عم تحكي كأنه عمرك صار 28 وحتعتزلي بعد سنتين، بعدك صغيرة، فيك ترجع تشتغلي على هدول برأيي يعني. ايه اكيد، بس انه ما بعرف، انا بالنسبة لي كبرت. كبرت ايه، بس انه بحس ما بعرف، انا برأيي يعني قبل ما تصير 22 23 بضل فيك تشتغلي على حالك يعني. لا اكيد حدا يجرب، يعني انا شخص انه عنيد، يعني بدي شيء انه خلص قد ما جرب انه بدي اوصل له، فاكيد حدا يجرب كل شيء وانا قادرة العب فوتبول، وان شاء الله خير. يعني ممكن ترجعي على السليم شي مرة كتنهي ليش مسيرتك أو شيء، إنه في عم تفكر فيها هيك إنه كإيموشنلي يعني أو شيء هيك؟ إذا رجعت عشت بصغرتها مثلا، إيه ليش لا يعني، بس كل شيء أنا وبيروت بعيدة، وهذا السبب الوحيد. أصير بتقلك إنه الومنز فوتبول بيك ايج أعلى من المنز فوتبول. برأيي ايه، انه البنات بيهتموا بحالهم اكثر من الشباب اصلا، ايه تسألي اكيد معه حق، يعني اصلا انتو ما يور هذا رأيي يعني. لا اللي هي ملاحظة اكثر، البنات بيحبوا يشتغلوا على حالهم. هي اذا كوتش وائل مرة حكيها مع عملنا معه انترفيو، انه البنات وقت اجى وبلش يصير في تمرين مع البنات، مش بس تكتفوا انتم بتمرين النادي، في عندكم most of you عندكم private trainers وبتشتغلوا على حالكم كذا حتى بوقت ما يكون في عندكم تدريب نادي. هي مش كثير موجودة معنا مثلا عند الشباب، مش كلياتهم عندهم اياها هي الشغلة. فانه شابو بلا لكم، فبعتقد انه ايه ممكن تدونوا وقت طويل يعني على مستوى عالي كمان. ايه صح. بتعرف انه في شخص يعني رنا مقداد، بحس من وراها كل بعتقد عم بنت تحضرنا بتلعب رنا، فوتبول نعم. بعتقد عم تحضرنا رنا، فلا تحية. ايه بدي اقول ميرسي لرنا، انه يمكن كل بنت بلبنان بتتمرن وبتشتغل على حالها وبتعرف شو تشتغل من وراها، يعني هي عن جد يمكن البرايفت ترينر تبعنا كلنا. اوكي، فلجاوب على سؤالك، انه نحن بالاخر كلنا عم نلعب فوتبول لا ولا شيء، مش عم نقبض ولا عم يطلع لنا سكولرشيب ولا عم يطلع لنا ولا شيء، يعني هيدا بس بيأرجي قديش نحن نلعب بس لأنه بنحب اللعبة. فقد ما عن جد كل بنت فينا كتير بتحب اللعبة، كتير بتحب تشتغل على حالها، فإيه هيدا الشيء أكيد موجود بالبنات مش بالشباب. هيدا الشيء أحلى شيء بالفوتبول البنات. مظبوط، الدرايف تبعكم كتير قوي. ريدا بتسألك شو أحلى شيء صار لهلأ بيور فوتبول كارير غير إنك لعبتي مع هي كانت عم تقول معنا. أحلى شيء هو إنه لعبت مع منتخب وإنه قدرنا نتأهل للدور الثاني.
تسأل سؤال. فرح صادق تسألك who's your favorite Lebanese player غير يارا بورادا. غير يارا في كتير عن جد ما عندي يعني أكيد أحسن شخص إنه أحسن خلينا نروح على بلاير الحين. باللبناني نانسي أكيد. اوكي اذا بدنا نحكي عن الشباب ما بعرف عم تبعيون. بلى أنا بتابع اوكي مين برأيك افضل لاعب بلبنان حاليا؟ هلا أكيد حسن معتوق، أنا يعني هو كتير لعيب وهيك، بس في حدا أنا كمان كتير كتير بحب لعبه، محمد حيدر. ايه محمد حيدر هلا اخر سنتين كان رائع. بعدك عم بتتابع مزبوط الشباب ولا وقت صرتي بالسينيور مثلا صرت تعطي اقل اهمية مثلا شو عم بيصير؟ ليك صراحة منكم انتو انا كنت اتابع هالقد الشباب، انه كنتوا دايما تنزلوا هايلايتس وكل شيء، بس هلا وقف الدوري ما عدت اعرف شيء ولا انه عنهم، بس انه وقت يرجع الدوري اكيد انا بتابعهم كثير. بس بدي اقول لرانيا انه هلا عم برجع عم سكرول بالمسجز لا مش عم شوف صور مش عم شوف اسئلتها عم شوف فريدة عم ترد عليها وبتقول لها انه انسي وهيك وهلا تفهمت شو القصة يعني فانه اذا فيها تشاء تسال اسئلة او تقول لها ريدة تسالنا الاسئلة بس كمان نرجع نطلع بدنا نطلع على الجاهلية بس شي مرة بحياتنا فانه بعيد بحس بعيد، عندك شو بدك شو بدك من مشوار؟ ما المشكلة عندنا رامي كمان هناك ايه صح. رامي هو الفاوندر تبع اف اي ليبانون فاذا زعلوا منا اولاد الجاهلية مشكلة بتعلق بين صغارتها والجاهلية هلا ايه مزبوط، هلا حاليا مشكلة هي فرن اذا عندك الاسئلة فيك ترجعي هلا رجعت تشوفك ففيك ترجعي تسألني ايه قال رين تسألك اي احلى مومنت عشتيها مع المنتخب أحلى مومنتي بس تأهلنا على الدور الثاني، يعني بس ربحنا قد ربحنا 4-0 ضد منغوليا، كان يعني شبه مستحيل، ما كان حدا متوقع إنه نحن نتأهل على الدور الثاني، بس تأهلنا، فهيدا كان أحلى شيء لهلا مع المنتخب. بالدور الثاني وقت لعبته ضد استراليا اذا انا مغلط لا هذا كان بالدور الأول، بالثاني لعبنا ضد كوريا وفيتنام وإيران. اوكي وقتها كيف لقيت الليفل مثلا بالراوند 2 اذا يعني بالآخر عم تلعب ضد فرق لعبة قبل ويلد كاب وهيك، ف يعني كتير في فرق، كان هن لياقة أحسن منا بكتير وعندهم خبرة أكتر منا بكتير، فكان صعب كتير صراحة يعني. مظبوط نحن الايك كمان بيقول لك رامي نايس جول فيرسس فيتنام إيه هذا أكتر جول غريب شايفته بحياتي على فكرة، خبرينا عنه هذا انا مش عم اتذكره انا الجول ضد فيتنام انفردت مع الجولية بنص الملعب تقريبا، هي عم بتشوط الطابة شاطت علي وفاتت بالجول، يعني هيك ايه كتير غريب. ايه كتير غريب. سجلوه هذا باسمك كده الجول ايه انتو منزلين وبحس منزلينه ايه بس منها متذكره ابدا يعني حق علي يعني انا ذاكرت كتير ضعيف وقت اتذكر جوال بالقصص لا هيدا لأنه كثير غريب بتذكره يعني. بس في شيء بتحبي تقوليه مثلا ما قلتي اصلا هلا بالانترفيو بصراحة ما في شيء براسي، ما فرح في تقلك سؤال اخذت دور العارضة كما ما بدي فوت بالمصحات يعني بس انه ما بيأسف، فرح مهضومة. واسيل بتقلك اغرب من لما جبتي جول براسك شو ما جول منك قوية بإيدي؟ بالهدول يعني لا ما كثير، مرة جبت جول يعني كنت مع ساس، كان عنا جيم ضد زوق وكان يعني هذا أهم جيم، فجبت جول مش حتى من راسي من كتفي يمكن، يعني كبيت حالي كيف ما كان على الطابة وفاتت، فبحس فإيه كمان هذا كتير غريب يعني. آلي سألك أي متى لعبتي مع الفريق الأول السلام فما أعرف إذا مغلط بس بعتقد إنه أنا ويارا عندنا شيء أون كومان بحياتنا ما لعبنا الفريق الأول السلام ما هيك؟ لعبتي شي مرة مع الفريق الأول؟
فريق الأول سلام مش قصدك سينيورز يعني؟ سينيورز ايه ايه بلا، نحنا كنا نفس الفريق عم نلعب، كنت كل تلعبوا حتى الفئات يعني. كان وقتها كنا نلعب سينيورز بالسلام ايه كنا نلعب، كان في سنة طلعنا تالتين، كان معنا أجنبيتين وقتها ونفسنا كتير يعني. بالي انه ما بعرف ليه بالي انه نحن بس فئة عمرية كنا بالسلام هلا يمكن بعد يمكن هلا السنة ما في عنا فئة لأنه سينيورز بنات كرمال ايه هيك صح، هلا يمكن الاتحاد عملوا انه فيك تنقي، انه الفريق فيه نقي اي بطولتين بده يلعب، والسلام ما نقوا يلعبوا سينيورز، نقوا اندر 19 و17، وهيدا عن جديد الجول. مظبوط. مريم تسأل إذا ربحتوا ضد أستراليا بعتقد لا خسرتوا 2-0 وقتها. ايه 2-0 كتير منيحة يعني لفريق مظبوط. عن جد يعني، اصلا هيدا الجيم هو اللي خلينا نتأهل، انه كتير فرق الجويل كان هو انه اللي بيقرر. لا الباتل الماتش اللي لعب ضد استراليا كان كتير يعني كونتستد وكان لعب كتير منيح بوقتها حتى بعتقد انتم تفاجأتوا من حالكم كيف لعبتوا كيف قدرتوا لعبتوا منيح ما في ايه زمن بتذكر كل بنت عن جد لعبت كتير منيح يعني، ورشا ياغي عملت مدري كم سيف وقتها يعني، هن ما صدقوا وقتها كانوا عم يلعبوا ضدنا. قالب بجاوبك بعدين اي متى لعبت بعتقد من 2000 و اي متى بلشت تلعبي مع الفريق الاول سوري بحس 2017 اذا مش 19 مغلطة. اوكي اخذت جوابك عليه. المهم انا بدي اتشكر كثير على الانترفيو Thank you اخذت إلك. كان كثير حلو الحديث معك و بعرف انه حلو انه يكون في معنا وومنز تشامبيون عم تحكي معنا about the game نعطيها more exposure. بس بدي اقول انه اكثر لايف انترفيو حضرت لهلا هي هيدي ف بس تعرفوا قديش اللعبه مهمه بالنسبه بيهتموا اكثر بالبنات. جينيفر بترجع بتعيد انه بدها يور سيجنتشر ف اوكي هلا بكره تكرم عينه. تمام صحيح بنتمنى لها بعتقد جينيفر ريكفرد ويل انه ايه صح يعني، جاني وقتها كنا بالسلام كانت سبب كتير كبير من ما كيف السلام يعني وصل لهو، هي شخص كتير موهوب وكتير بيطلع منه، فان شاء الله بعد الانجري بعد ترجع اقوى من قبل، وبعرف هي قوية اكيد حترجع اقوى من قبل. اكيد اكيد ان شاء الله بنشوفها مع الصفا عم بتفوت كثير جوال واي مش نوت مع الصفا. هي مش كانت ميدي اوكي مع باي. الصفا. اوكي اوكي لكن في الصفا كان لازم تنقل ما تحت اليوم. ميرسي كثير يارا ميرسي لك، وسوري على الكونكشن، ما بعرف شو. دونت توري ميرسي كثير يلا باي. ثانك باي يو. باي.